السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وجايب لكم اليوم لعبة هارتس اوف ايرون الرابعة اللي نلعبها بالمملكة العربية السعودية. الفيديو الأول كنا جبنا فيه شوية يعني يمكن نعيد واحد أو يمكن خربطنا بكذا مسألة، فأشكر الشباب اللي نصحونا وعلمونا، وإذا تبونا نستمر في السلسلة نخليها تنزل حلقة كل يومين. عطوا الفيديو لايك وعلموني بالتعليقات تحت إذا تبونها تصير حلقة كل يومين. أول شيء لازم نسويه نشوف اللوز اوف جفرمنت، هذه الظاهر إن هذا راح ينفعنا مخلد، فجيب لنا واحد مخلد خله يساعد بالإنفراستراكشر، هذا يزيد البنيان يعني يسرع البنيان. المفروض جايبينه من البداية بدل لا نعطيهم ديسيجنز على الفاضي. وهني نقدر نجند كتيبة، يعني عندنا هذا الفرقة المشاة ولا نطلع الفرسان. 1937 تقاتلون بفرسان ما يصير، فهذه علامة اللا نهاية، هذه الانفينيتي ترى معناها انه يعني توه متعلم، عرفت؟ معناها ان الاغراض راح تطلع على طول، يعني ما راح توقف لان ما حطيت شيء ثاني، من حطيت وحدة ثانية تحتها هم بعد يطلع على طول. شباب قاعد يقصون علي، يعني ما حطينا حد، ما حطينا على رقم معين، فخلي يصنع لنا اياهم ولا يصنع لنا كتيبه واحده، لا خلي يصنع على كيفه. عندنا برودكشن قاعد نصنع اسلحه 30 نيدد فور رينفورسمنتس، اعتقد ان عندنا 500 ف يعني عندنا الكفايه وزياده. الكونستراكشن قاعد نبني هني، فنقدر نمشي اللعبه اتوقع بدون مشكله. ايه الدبلوماسيه هذه ما الحين ما تعبتنا فيها طبعا، افغانستان ندزلهم ربعنا افغانستان. اوه يا ساتر شنو صار؟ اتحدوا الصينيين، حلو. اتحدوا الصينيين صاروا تشاينا، وي بيلد فور تشاينا، حلو. وهني ربعنا ما سووا شيء، ربعنا ما سووا شيء، اهم شيء انه ما علينا خوف. انه يقول ما عندنا نفط، شلون ما عندنا نفط؟ ولك طايش كثر طافح عندنا النفط. يحتاج ستيل، يحتاج ستيل اثنين. ما عندنا ستيل حاليا، دبروا عمركم. هذول يعني ما راح يصنعهم كذي، اللي افهم من كلامك انه ما راح يصنع الكتيبه هذه. اوكي اصنع كيفك، متى ما جاك حديد اصنع، بس نحتاج نطور البنيان. عندنا الريسيرش قاعد نمشي صح، يعني حتى الان الشباب ما حد تكلم عن الريسيرش، قاعد يقولون شغلنا صح، فنبي نستمر فيه. الشغله اللي سويناها احنا قاعد يقولون ليش قاعد تركز على النفط وانت دوله نفطيه اصلا. هذا قاعد يتكلم عن محايد الناس المحايدين. واكتشفت لي شيء شباب، في 8 هني ما تعبث فيهم للحين. فعندنا حاليا الجيش اللي عندنا طبعا، مثل تذكرون جيشنا بقيادة عثمان موجود هني، الله غبار يا الربع. فشغلنا يعني تمام، قالوا لنا وقف التدريب لان يعني لك ساعة وانت مخلص التدريب، فيعني نوقف التدريب، ما يضر. الهدف حاليا ودي اني اهجم على اليمن. اليمن عندهم 4 أراضي، 5 أراضي، 6 أراضي، 7 1 2 3 4 5، فنبي نهجم عليها ونبي نحاول نحتلها، بس ما اعتقد انها راح يمدينا اليوم. يمكن يمدينا، ما ندري. هذه قاعد تشتغل، خلينا نمشي، زيد السرعة. خلصنا واحد من امور الريسيرشات، فوقف اللعبة، حلو. اوكي خلصناهم اثنينهم. الحين والله ودي اني اطور اشياء بالعسكرية يا اخي، بس الناس يقولون توك تملح قاعد تلعب بدولة مو عظمة، فراح تطول على ما تخلص هذولا. الله يعني مو عاجب الوضع، عرفت؟ هذا يزيد الريسيرش سبيد 4%، بس راح ياخذ 100. لا نبي من هذولا. ها تختار وحدة منهم، هذا يعطيك ماكس فاكتوريز يزيدها 20%، مصانع زيادة، شو اسمه ديسبيرست، وهذا يزيد الاوتبوت، يزيد الدوكيارد اوتبوت. هذا شو يسوي؟ هذا عندك شو اسمه، هذا كنا افضل انه يوزع الاماكن. 158 يوم ولا زين، هذا شو يسوي؟ يزيد الافشنسي. هذا المفروض ان احنا قاعد نبحث للامانه. شنو عندنا هنا؟ 237. هذا النفط والله كنا يعجبنا النفط شوي، نقدر نتاجر فيه يمكن. هذا كونستراكشن سبيد، عطنا واحد. طبعا قررنا يعني اذا تذكرون باخر الحلقه اللي طافت انه يعني السيفيليان والسوالف هذه ما تصلح لنا،
فنبي نحول على امور عسكريه، وصلنا الارمي افورت هني، ونبي نخلص الارمي من السوالف هذه. فاول شيء نبي نصنع لنا مصانع سلاح، و يعني المباني والله يا اخي حلوه، المباني حلوه، قاعد نحرص عليها 226 يوم عشان تخلصها. كنسل حط لنا على الفاكتوريز، شنو الانفراستراكشر عشان يبني لنا مصنع زياده. ايه يلا اوكي انت خليك كذي، بس نبي تريد نبي حديد من عنده حديد. عطنا نبي 8 حديد، كذي نقدر نصنع اسلحه، نقدر نصنع جيوش. نبي 4 جيوش طلع لنا مع بعض، بس كذي يا اخي خلنا نستانس. انا ما ادري ليش قاعد نمشي على بنا يعني حبيبين ونمشي مع ما عندي 8 ادري. وين الكونستراكشن؟ تعال وين السيفيليان هذه؟ كونفيرت حول لي مصنعين. شلون تحول لي مصنعين ولا شنو هذه؟ كونستراكشن هذه كونفيرت صح؟ حلو، ابيك تحول لي مصنع. تعال ما غيرنا اللوز، ما غيرنا الاشياء هذه. لحظه لا 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 كذي يصير. نبي 2 ملتري، حلو، يصير عندنا 2 ملتري. نبي 2 عسكريين، حلو. insufficient resources decisions ما نحتاجها. لو مان باور، نحتاج المان باور. شلون نقدر صفر عندنا المان باور. سيفيليان ايكونومي، اي وحده اللي تعدل المان باور هذه كنا. لا مو هذه ليميتد كونسكريبشن، يرفع الى 2.5 من 1.5. حلو، نبي ننتظر لين كملنا 50، فنكمل ونوقف. يعني يمكن لو نوقف نخليهم على 2 اتوقع يكفون. 2 حاليا يقدرون يكفون. اليابان اعلنت الحرب على الصين. اوكي حلو. الابحاث شلونها قاعد تشتغل ويانا؟ ها الدبابات والله كنا قاعد رايحين لها قبل لا تصير عندنا اسلحه. فعطنا اسلحه اول شيء، بعدين نقدر نروح حق الدبابات. كم باقي لها؟ 117 يوم. حلو، 117 يوم زينه. بعدين عندنا المشات هذه، لازم نطور السبورت وبنس والامور الطيبه هذه. بس هذا شنو؟ ماشين جن. خلينا نطور هذا 410 والله بعيد. وبعدين عندنا العقيده، لازم نطور بعد العقيده. من نخلص من هذول يعني الكونستراكشن، بعدين ودي اني الف امور عسكريه على طول. هذه ما صلت جيش واجد ودز. هذا اللي نبي، هذا جراند باتل بلان، يعني خطه عسكريه كبيره. سوبيريور فاير باور، ان اسلحتك عندها اسلحتك تعور يعني افضل الاسلحه. موبايل وورفير هذه مالت الدبابات اعتقد، اي بلتسكريج اللي الصاعقه مالت المانيا. حلو، اعتقد انه كان نضغط الشفت واليمنى على صوره الرجال. حلو، نقدر نضغط هني هذه الفرقه العي. ها يلا، هذول طبعا ملفلين. هذول ريجولارز ومطورين، هذول الحين تريند، ما عليه يلفلون شوي. صفر الحين عندنا المان باور، خلينا نمشي الوقت شوي، بعدين نقدر ننقص هذه. شباب شلون نقدر ننقص السرعه هني؟ نبي نرفع المان باور شوي بعد. طبعا السبب الرئيسي اللي مخلينا نطلع جنود، اخ افا مات، لا مريض، اشوى مريض. بس ما عليه، 30 يوم ننطرها، 30 يوم اصلا راح ننطرها غصب يعني، عشان الابحاث وعشان الشغل. هذول قاعد يتطورون ايضا، وعندنا اذا قدرنا نطلع الاسلحه اللي احسن من هذه راح خلاص. حلو، ارمومنت افورت ثانيه. نبي بعد مصانع، شوف هذا قاعد يصنع لنا الحين، زاد الانتاج، ف راح يكون عندنا يعني يمكن نحتاج دخل زياده. شلون الدخل؟ عندنا كل شيء. ها حلو، دام عندنا كل شيء ما نحتاج يعني نتعب زياده. الكونستراكشن شلونه؟ هذول قاعد يحولون المبنى، ما نبي نحول المبنى الحين، خلاص هونا خلنا نركز عليهم من ناحيه الانفراستراكشر. عجل على حط لنا هني، تزيد لنا واحد هني ما يمنع. تقدر تزيد المصانع؟ لا، تقدر تزيد الانفراستراكشر. حلو، عندنا 11000. ليش
زيد لنا كتيبة. شنو المشكلة هني؟ ما عندهم equipments كافين. الحين راح يجونا إنتاج، راح يجينا إنتاج أكبر، فأتوقع أن المشاكل هذه راح تنشال. عندنا هذولا مو قاعد يعطونا كثر اللي نبيه، فوقفلنا عنهم. يمكن هذولا يعطونا أكثر. أوكي، 8 هذا اللي نبيه. إحنا نبي 8 حديد عشان نقدر ننتج فيه بشكل أفضل. البرودكشن 9.06، حلو 9 باليوم، على الأقل نقدر نعبي فيه جيشين، وهذا يعني بياخذون وقت، والله بياخذون وقت، بس قاعد يطلعون الجيوش، قاعد تطلع، أهم شيء أنها قاعد تطلع، مشي الوقت. عندنا 4 كتائب هني، والريكروت يعني قريب، هذا قريب مو بعيد، وهذول قاعد يصنعون 9 فاصلة، قاعد يصنع، هي هذا اللي نبيه، هذا يبي له 2000. والله متعبينهم، هذا عمل شاق الصراحة. لو نزيد، لو نقدر نزيد هني راح نهون عليهم شوي. deploy units هني نبيك، ايه الربع الخالي، وعلى طول طلع لنا كتيبة ثانية، ايه هذا اللي نبيه، نبيكم على طول ما توقفون، او مود كتيبة بعد فرقة، عشان نبي نهجم. والديفيجن ديزاينر هذا اللي نعدل فيه التشكيلات، بس ما عندنا احنا الا سلاح واحد حاليا، يعني لا تطيرنا شوي، نبي نلقى لنا طريقة. هذول نبي سيد بن تيمور الله يرحمه، وين يمكن اذا جيناهم هني قلنا لهم انتم اعدائنا، هذول حق الليبراليين، هذول اذا صرنا فاشيين، هذا خط الفاشية اعتقد، هذا خط الفاشية يمكن. والله لو نصير يعني مع هتلر، احنا هدفنا ان نخلي هتلر يفوز. ف حلو، طلعنا الكوبمنت، شيل لنا هذا، نبي نجيب سلاح افضل منه. شلون نحط السلاح الثاني؟ نضغط على هذا، نبي البنادق بدله مع هذا، هذا لا، هذا شيله. احذفه مرة واحدة، حلو، هذا 1700. شد حيلك وراك شغل. 2.2 ويه، ايه الحين تعدل بسرعة 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 بسرعة، ترى ورانا حرب. ريسيرش سلوت افيلبل، وين نسيناهم هذول. زين هذا شنو؟ ويه التكنولوجيا الحديثة هذه مو واصلين لها. هذا السبورت يرفع لنا الديفنس. نبي عقيدة، هذه شنو؟ مينيمم ترينينج ليفل. والله كلهم زينين هذولا كلهم زينين، نبي نخليها حق الخبراء، هذه ما راح نطقها حاليا. نبي اسناد. هذا شنو؟ سبورت اكوبمنت، هذا اللي طلع لنا الاطباء والمواضيع هذه. حاليا ما نحتاجها، بس من سنة 1918 يعني المفروض باحثينها. طلعنا هذه 106 ايام. والثانيه، وين البحث الثاني؟ البحث الثاني نبيك تطلع لنا اشياء اضافيه، الكونستراكشن وال... لا نبي اشياء تنفعنا، البرودكشن هذه عشان نقدر نطلع اسلحه بشكل اسرع. يعني اضافات لنا. عندنا 4 كتائب، شنو التعجب هذا اللي عندكم؟ No order. اوكي ماكو مشكلة، بتجيكم الأوامر، بتجيكم، لا تستعجلون. حلو، هذا قاعد يخلص، يبي يبني لنا مبنى إضافي. They are upsetting. اخ شنو هذا؟ إيطاليا، إيطاليا ما لنا شغل فيها. طلعنا هذه، هذا يبني لنا بعد مبنى. روح. نبي مباني عسكرية. أنا غلطان إني باني مباني سلام، يعني عشان يعني بركز على القوات وببني الجيش مع بعض. ابن عسكرية واستانس يا أخي، حارب العالم، أنت ليش داش اللعبة؟ هذا يزيد لنا الأبحاث، يزيد سرعة الأبحاث، فنقدر نبحث الأشياء بشكل أسرع. عندنا decision، شنو هذا؟ breast censorship.
لا مو زينة هذه ولا واحدة فيهم زينة. الزين إن نجيب لنا واحد يساعدنا في الحرب. سموث توكينج لا ما نبي هذا. واصلين الحين عندنا الارممنت افورت وصلنا 3 والجنود قاعد يطلعون الحين هذول كملناهم 3 هذا باقي للحين ناقص اكويبمنت 600 انفنتري اكويبمنت ما عليه راح يلحقون عليهم راح يلحقون عليهم لان الحين عندنا 4 مصانع فراح يمدينا ان شاء الله نوصل لهم. عندنا كتايب تبي تنزل المعركه فنضغط عليهم هذه ونروح حق هني نبيكم هني. شو السالفه الربع الخالي قاعد ينزلون ها هذه تعال الربع الخالي يا حبيبي تعال الربع الخالي تعال الربع الخالي تعال الربع الخالي كلكم تعالوا الربع الخالي حتى انت اللي للحين ما طلعت تعال الربع الخالي من اللي ما نزل الحين انزل يلا ها راحت هذه ولا شو السالفة. انا ساين ديفيجن وعندنا لو مان باور عندنا مشكلة بالمان باور بس هذولا تجمعوا الحين كلهم هني فصاروا 6 حلو عندنا 8 مصانع اوه ناشونال فوكس ما ركزنا عليه خلصنا من هذولا عندنا الارمي افورت الحين نبي نصعد على البوليتيكال افورت يحتاج 70 يوم 9 ايام ماشيين فيها حلو هذا راح يساعدنا عندنا الريسيرش في شيء خلص 9 12 14 قاعد يمشون مع بعض فراح يخلصون بسرعه وهذا راح يسمح لنا بعد زيادة لازم نحارب ترى قبل ما كانت في عندهم يعني ربع وكذي لا كلها حرب بحرب ما كان في نظام ما كان في سلام ما كان في شيء هذا هو الريسيرش خلص طور لنا هذا بعد أبي أسلحتك حديثة ما نركز على أشياء ثانية يعني العقيدة والله ودي إني أشوف الشباب شو يقولون فتعال طور لنا مدفعية نقصفهم الحين الله وكيلك عندنا هنا هذا خلص سبورت اكويبمنت والله هذول زينين ميلتري بوليس شبي فيهم ميلتري بوليس انجينيرينج كومباني زينين طلعنا هذه كلها عسكرية الحين انا قايل لكم ما ينفع للحروب هذه هذا شنو كونفرجن بونص سبيد بونص 40% نقدر نحول اسرع حلوة هذه بس إننا نحتاج هذه للأمانة ونحتاج أشياء ثانية الإنجنييرينج راح ينفعنا الإندستري راح ينفعنا خليك على هذه المباني أنتم قاعد تصنعونها قاعد تبنون إنفراستراكتشر زيد لنا واحدة ثانية عشان الشباب البوليتيكال أوفر قاعد يصعد يا سلام عليكم عندنا 99 نقطة 83% الستابيليتي المان باور قاعد يمشي انا ساين ديفيجن هذول كلهم عند عثمان ولو مان باور خلهم ما عليك لو مان باور راح يتسنع وضعه اتوقع راح يتسنع وضعه اذا شلنا وحده من هذول شيل لك وحده كذا اتوقع انه راح يساعد راح يشيل لو مان باور والله للحين شكل مان باور له الشعب شنو شكلنا استهلكنا الشعب ورن البرودكشن 13.92 يا سلام الحين عندنا المبنى هذا يبي خلص باقي له 20 يوم وعندنا هذا يبي خلص باقي له 8 ايام والريسيرشات قاعد تمشي وعندنا 5 انتي فاشست ريد يو ماست احنا نبي الفاشيه وهذا قاعد يقول شو اسمه ارفض الفاشيه لا احنا نبيهم وي ماست اوبن ذا اكسبتنس اوف دايفرجينج فيو بوينتس لا هذول خلهم يولون الظاهر انها بتصير حرب اهليه بيننا عندنا هني فطلع لنا جيش زياده عشان نقلبها حرب انا اكتشفت انها في كلمه سر ترى في اللعبه عشان كذي بايعها شوي طق لنا هذه حق شو اسمه الفاشيه الظاهر هذه الفاشيه ناشوناليزم صح اي هذه
خلنا نوصلها خلنا نوصلها. هذا يزيد لنا 120 والله. هذا يقوينا. وين العسكريه؟ وين العسكريه؟ كونستراكشن سبيد داك يارد وفيول سايلو. لا نبي للمشات. ما عندك مشات؟ ما عندك للمشات؟ ها ارب مانوفر ديفيجن سبيد ديفيجن ديفنس. لا ما نبي ولا واحد فيهم. ما نبي ولا واحد فيهم. كان عندك هذه. ها ما فتحنا على الحين هذه. زين لا يستهلك زياده بس يصنع لنا المباني العسكريه زياده بسرعه. والله زينه والله زينه. والله يعني انا ما اشوف نحتاج شيء. ما اشوف ان نحتاج شيء. شنو عندك انت؟ استابيليتي. هذا يزيد الاستابيليتي. حط لنا واحد يزيد الاستابيليتي عشان يعني يامن لنا الوضع. يزيد لنا كل شيء ثاني. المان باور قاعد ينقص بس يعني لاحقين لاحقين. البرودكشن روح طلع اسلحه كم يطلع لنا. والله لو نكنسل واحد فيهم كنسل هذا. خل كتيبتين يطلعون مع بعض كذا. المان باور يكون زين. يكون عندنا كل شيء انتاج طيب. كم نقدر نجند؟ فري مان باور 6000. تود الارتيلري طلعنا. السيفيليان 3000. 3 ملايين ولا 3000. 95 ريكروتبل. اوكي خلصنا الابحاث. يا سلام. هذا شنو السلاح هذا؟ يبي له 210 ايام بس. هذا يبي له 111 يوم. طلعنا اياه يعني. هني نقدر نطور المدفعية. أنتي إير أنتي تانك. هذا يطور لنا اللي عندنا. هذا طور لنا إياه. ديفيجن. لحظة. هذا عندنا 20 نقطة نقدر وقف. احتلوا الألماني. الظاهر إنها احتلت هذا. قلنا ناشوناليزم. المانيا الظاهر احتلت النمسا صح. قدرنا حاليا ان نوصل حق الناشوناليزم فوكس. وكنسلت كل الكتايب اللي عندنا اللي نصنعها عشان يعني نبي نركز على الكتايب اللي هني. وعندنا الديفيجن ديزاينر. ودي اني اعدل هذا واحط وياه مدفع او شيء. نقدر نحط وياه مدفع يكلفنا 5. فهذا راح يزيد بعض المعلومات بالكتيبه. ف راح نطور الوحدات عقب ما نخلص من هذه. راح نقدر نطورهم شوي شوي. الحين الناشنال فوكس نبي نكمل على هذه. شو يصير هني؟ ست ذا رولر كان سند فولنتير. تقدر تدز هذه. شنو شكلها؟ خربناها حيل يا شباب. شكلها خربناها حيل. بس نبي نشوف شو يصير. يمكن نقدر نرجع. اوه صارت الحرب. لا للحين 27% يعني. للحين الناس حبايب. وصلنا الميزة هذه. فالحين عندنا الشعب يعني صارت نقدر ناخذ 5% من الشعب كمان باور. فيعني هذه تقريبا تكون عندنا. فيعني راح نقدر نسحب منهم كمية كبيرة ل 5%. فيعني احنا ما نحتاجهم حاليا لكن وجودهم زين. وجودهم زين. احنا عندنا 70,000. شلون 70,000؟ هذول 70,000 جندي. ولا كأنهم واجد شوي. ها واجد شوي. ما تصير. كم مره يقولوا لي الشباب بس ماكو فايده. نبي يكون عندنا سبب عشان نعلن عليهم الحرب. اكويبمنت افورت. قاعد يطورون اشياء. نبي نخربط العلاقات. هذه شنو يعني؟ They will not accept. ها عطنا military access. رفضتوا؟ ها انا اوريكم يعني. زعلان عرفت. هني نهجم على الظاهر انها هيمه. هذه شنو كاتبين هني؟ هيمه وعمان. بس عمان. هني كاتبين ربع الخالي ديزرت بروفنس. يكتبوا لنا هيمه. يكتبوا لنا هني صلاله ولا شيء. ما كفايه 12. الحين الأسلحة أعتقد أننا خلصنا منها صح. 96 30 قاعد يصنعوا لنا. إيه هذا اللي نبيه. هذا اللي نبيه.
طلع لنا دباباي. زيد زيد الستوك بايل، نبي زيادة بعد. روح روح روح. هني شنو اللي هني؟ نقدر نعطيهم رينفورس ولا شيء؟ ولا من نفسهم؟ توقع من نفسهم، توقع من نفسهم. بس نبي سبب عشان نحارب، نبي نضبط أمور العسكرية. فقلت خلنا نحط لنا راعي دبابات هذا. بس إن في واحد هني قال سعد شداد العتيبي، والله كنه زين، جيب لنا واحد، جيب لنا واحد. هذا عشان لو جينا نبي نبحث عن العقيدة اللي هني نقدر نضبطها. 125، تعال شنو نقدر نطور هني؟ دبابات كنا مطورين، نقدر نطور أخ مارينز. لا لا إيش دعوة، شنو عندنا هني؟ خلنا أخذنا تطويره بالتطويرات هذه، الكهرباء شو تسوي؟ دايركتر فاير، وهذه ريسيرش سبيد. شنو الدخنة هذه اللي طالع؟ outdated equipment in production. ها عندنا أسلحة أحسن منها ولا شنو؟ ها الدبابات اللي أحسن منها. إيه هذه، هذه مو شيء، هذه مو شيء، شيلها شيلها، حط لنا واحد هني. طبعا شباب حطيت على الدبابات لايت تانك واحد، يعني معطينها اسم صعب. 25,000 قاعد يرتفع هذا. اوه اوه لحظة لحظة، no war this year then. حلو، اتفقوا الناس انه ما في حرب السنة هذه. بنفس الوقت يعني احنا قاعد نستمر في تطوير الفاشية، ف والله ودينا نوصل لهذه، بس انه يعني يبيلها، يبيلها شغل شوي. هذول ما نقدر ناخذهم صح؟ اوكي هذا ما نقدر ناخذه صح؟ ايه اتوقع ان رايحين فاشيه، اتوقع ان رايحين فاشيه. جين 1 ريسيرش سلوت، هذه بعد نبيها عجل، نوصلها نوصلها بعدين، نوصلها بعدين. فعطنا عطنا هذه، عطنا هذه، عطنا هذه. كم واصلين الفاشيه حاليا؟ 34% و65% للناس الثانيين. 4000 سلاح حاطين، مجهزينهم والله. عندنا دبابات، ابي دبابات، ابي دبابات شباب، تكمل تكمل، ابي دبابات شباب. لو ما نبور على شنو؟ نص الجيش مخلينا شو اسمه الريسيرش فينيشت. حلو، طور لنا البنزين، طور لنا البنزين. ما في مكان يحفظ لنا يخزن لنا البنزين. هذا شو يسوي؟ افشنسي كونستراكشن، طور لنا الكونستراكشن، عجب نزيد الكونستراكشن، خلي يبنون بسرعه الربع، خلي يستانسون شوي. زين شنو عندنا هني؟ قلنا نبي نحط هذا التانك ديزاينر عشان يفتح لنا امور عسكريه اعتقد بالريسيرش. فاذا جينا حق الدبابات الحين هذا اذا طقينا له يحط لنا زياده ريلايبيليتي، ويحط لنا اشياء حلوه، ف شيء طيب يعني، شيء طيب. حلو، طبعا بلشت دبابات، طلعت لي وحده، قاعد اطلع لي وحده، بس ابي لي ديفيجن واحد. اونلي تريترز هاف نوت انيثينج تو فير. الظاهر ان بلشنا نصير، بلشنا نصير يعني مع الفاشيه. فال37 هذه اتوقع انها راح تزيد شوي، فعدلنا السرعه، قاعد تزيد، قاعد تزيد حيل يعني. 42 وصلت، حلو حلو. احنا نبيها توصل بشكل مرتفع شوي، لان نبي نبيها تصير حرب اهليه. يعني اذا ما تعرفون الشغله هذه، يعني الحرب الاهليه راح تسمح لنا نصير مع الحزب العسكري اللي هو الفاشي. ف يعني شيء زين، اللي عليكم تعرفون انه شيء زين يمكن. أو إني قاعد أجيب العيد، ما عليه. مثل ما قلت لكم، حتى لو نجيب العيد يعني ترى عندنا كلمة سر، يعني نقدر نطلع، نقدر نرجع الوقت ونضبط الوضع. ما عليك ما عليك، تعال طاق أيرون مان، أنا يشتغل، تشتغل كلمة سر بالأيرون مان. أوه ما أدري، أخ هني تقدر تشوف أغراضك. لا أوكي، كم باقي على الحزب الفاشي؟ 42 حتى الآن. نزيد السرعة، أجل زيد السرعة شوي. أتوقع إذا جتنا القدرة على أن إذا صرنا مع الفاشية راح. شنو الديسيجن أفيلبل هذا؟ بالأحمر حطي لي إياه. شنو هذا؟ prepare for civil war. لا لا إن شاء الله ما في civil war.
لا ان شاء الله ما في سيفل وور ولا شيء. وين دبابتنا؟ نبي دبابتنا بس انا اوريك فيهم الربع الخالي. ادي ديونت واحد للحين قاعدين يصنعونها. ها اوكي اوكي عجل نقص لنا واحد من هذا، خلي يزيد هذا واحد عشان يصنع لنا اياها بسرعه، لان الحين قاعد تصنع. كم واصله؟ 65%. فتحنا هذه نسيت شنو تسوي. تريننج تايم يسرع لنا التدريب. حلو كذي نقدر نفتح. شنو هذه؟ زوج استسلم حق ايطاليا. ايطاليا فاشيه يعني من الربع من الجماعه. طبعا احنا ما علينا من الايديولوجيه الفاشيه، علينا ان يعني نلعب لعبه ونستانس ونخربها شوي. ف يعني هذه طريقه اللعب. 55 ل 44 قاعد تقرب حيل. 87% للحين السبورت. اعتقد ان هذا قاعد يجيب فينا العيد. لو نحط لنا شيء ثاني، لا هذا تريد اوبينيون ما نحتاج شيء. الريسيرش شلونه؟ 72. نبي نطور الاسلحه بعد، مع ان مطلعين اسلحه واجد من النوعيه هذه، لكن نطور الاسلحه الثانيه بعد، اتوقع انها زينه. 38 من 68 هذا الحين قاعد يبني. ف يعني يبي له شوي الظاهر البنيان هذا. شنو قاعد يبني لنا؟ ميلتري فاكتوري بعد، باقي له 8 ايام. يا سلام، 52,000 المان باور. روح والله شغالين الشباب. الحين نقدر نطلع لنا جيش اذا نبي. شنو صار؟ فري سيفيليان فاكتوري. ابن لنا بعد واحد. ما تقدر؟ ابن لنا انفراستراكشر هني وهني وهني. يلا كم يبي لك؟ نيفر 215. حلو خليك على 215. زيد لنا واحد هني وزيد لنا اثنين هني. خلينا نشوف من اللي يروح. أربعة. والله واجد أربعة. هني 10 أيام باقي لنا نقدر نطلع الأسلحة، وهني باقي لنا 15 يوم. حلو ورني كم يوم. 4 أيام 3 أيام. حلو concentrated infantry. ليه الحين ترى شباب هذه مخليها لكم انتم عشان تقولوا لي. اكرر واقول يعني 152 طلع لنا هذولا يعني رشاش ولغم. يا سلام يا سلام. هذه كم واصلين؟ 48 ل 51. والله تقاربوا. تبي تصير حرب اهليه الظاهر الحين. insufficient resources. شنو اللي ناقص عندنا؟ 10 الحديد ماينص 2. لان قاعد ننتج زياده صح. ما عليه حتى لو توقف الانتاج زين. So much for peace. راحت تشيكوسلوفاكيا. ايطاليا قاعد تقرب عند الحدود مع المانيا. الحين عاد دورنا احنا نشتغل على اشياء ثانية. نبي نطور الدوكترين هذا. ابي العقيدة ترتفع عشان لجت، لان دائما العسكرية هي مربوطة في العقيدة. فودك ان العقيده تكون يعني زينه. هذا نقدر ننزل على اللي تحته ولا لا؟ لا للحين الدوله مو فاشيه. حلو عندنا التجاره قاعد تمشي. وهني 2-1 ما نقدر نزيد هذول. ها ما نقدر نزيد العمال هني، ما عندنا لا فاكتريين. اوكي ماكو مشكله، زيد السرعه شوي. ايطاليا انضمت حق الاكسس. اعتقد ان احنا قريبين بعد 51-8 يعني. اعتقد انه مو بعيدين عنها. دبابتنا وينها؟ دبابتنا للحين 73%. كم يوم يبي لها؟ ما يكتبون؟ المفروض يا اخي يعلمونا على الاقل. 70% قاعد يخلصون شوي شوي. بس شنو هذا؟ needed for reinforcements. اوكي الظاهر انه يحتاجون شغل. انزين هذا وين واصلين؟ دكتورين فورت 49-50 يا الربع. قربت تبي تصير الحين. هني ثمانية كونفوي. وقف كونستراكشن. قاعد نزيد البنيان بعد. وين واصلين هني؟ هذه للحين ما نقدر نفتحها. ف نروح حق العسكرية مرة ثانية. الدبابات والله كنا نطور لايت تانك 2 عشان ودي ان نطلع الدبابات هذه، الدبابات الحديثة هذه آخر شيء. ولا نطور في البحرية. العقائد ترى ما اشتغلنا عليها كلش. نبي الكارير. وين الكاريرز؟ نبي حاملات الطائرات. كروز هيفي شيب
سبمارين، هذه تبعتنا عجبنا. بيسك توربيدو زين، وين الكارير؟ هذه كارير. حلو طلعنا واحد كارير، هي حاملات الطائرات، الكارير اللي هي حاملات الطائرات. هذه مسألة كبيرة صارت، سقطت عاصمة الصين عند اليابان. قول لك هذه الجيوش يابانية والله ما لهم يسقطون، ما لهم يسقطون. زين الحين عندنا دبابتنا وينها؟ ما صارت ترى، الحين قاعد انطرها. جاي الربع الخالي ولا شنو؟ الظاهر جاي الربع الخالي ولا شنو هذا؟ not enough to train. ياو باقي لها 95%. يلا ما بقى لها شيء، ما بقى لها شيء. basic fire control. حلو قاعد نبحث بالاشياء اللي ما ندري شو تسوي. هذا زين ترى. الراديو بعد حطنا راديو، اشياء ما يعني هندسيه وسوالف غريبه تنفعنا. اعتقد ان نقدر حتى بعد نعدل هذه بحيث ان نحط وياهم مدفع وياهم انفنتري، ولا حط مدفعين، هذا وياه واحد وياه واحد. قاعد اشير اكيد واضح. سبورت ارتيلري حلو. سيف، هذا راح يعدل كل قواتنا اتوقع 2800 عشان يسوي لك كونستراكت. هذا الحين ما نحتاجه، حط واحد والباقيين كلهم حطوا مني. شنو هذه؟ missing equipment production، نحتاج مدفعية. اذا ما عندك مدفعية ما تقدر تصنع مدفعية. صح تفكيركم سليم. حلو، فهذا 23، هذا راح يصنع لنا شوية مدافع. وهني اكتب لنا شنو لو مان باور على شنو؟ 55,000. مو المشكلة لو مان باور، المشكلة ان عندنا واجد مان باور. 13 كتيبة. بولندا رفضت الألمان، هم عطاهم يعني فرصة بس إن ما فهمونا فيأكلونها، يعني ما لنا شغل فيهم. ربعنا الألمان عرفت. طور لنا هذه، روح المشات. أعلنوا الحرب على ألمانيا، بولندا دشت مع الحلفاء، بدت تصير يا الربع. هذه بولندا طاح كل هذه الجيوش، شلون كذي في حروب واجد والله يا أخي. وأنا للحين طال عندي 13 كتيبة ومو قادر أدش عمان. والله يا الربع قاعد أمشي بالوقت، ووصل الحين سنة 1940. بس يعني شوف ألمانيا شلون انتشرت، بس الظاهر إني طاق تاريخية اللعبة أو شيء، لأن للحين اللعبة مو راضية تعطيني أن نصير مع الفاشية، يعني واصلين 60 لـ 39، فما كلنا نطق لنا كلمة سر ندش مع الفاشية غصب يعني. فهني النقطة اللي بوقف فيها الفيديو. فرنسا بعد، حتى فرنسا ما بقت وينها ولا هلا بالربع. فهذه النقطة اللي بنوقف فيها الفيديو هني. فيعني واصلين عند الباب، نبي نحارب عمان وننتظر ان جيوشنا تكمل. اشكركم شباب على المتابعة، وان شاء الله انكم استمتعتوا بالمشاهدة، وعلمونا اذا في طريقة نقدر نحول الفاشية على طول. وإن شاء الله نشوفكم بالفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.